سرقة صارت قدام ملايين البشر وشاهدها آلاف الحاضرين ونقلتها أكبر القنوات الفضائية، بس ما حدا لاحظ ولا حدا انتبه. يمكن تفكر إني عم أحكي عن شي مسلسل أو رواية بوليسية، بس على فكرة أكبر سرقة صارت قدام الناس كان ببرنامج من سيربح المليون البريطاني. سنة 2001 المتسابق تشارلز إنجرام استنفد 2 من وسائل المساعدة بأول 7 أسئلة، فلجأ للغش حتى يفوز. كان يقرأ الإجابات كلها ويمر عليها، ومرته كانت تسعد لما يقرأ الإجابة الصحيحة. ما حدا لاحظ هالحيلة البسيطة وفاز تشارلز بمبلغ 1,000,000 باوند. بس بغرفة المونتاج لاحظ المعدين ترابط حركة زوجة تشارلز مع إجاباته، واكتشفوا أكبر سرقة بالعالم